حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد من الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من الجارديان. الميليشيات العراقية تزداد قوة وقادتها لا يعجبهم قائد فيلق القدس. نقرأ في المدى، خبير أولمبي يحذر بعثة طوكيو تفضح انحدار رياضتنا. في عربي 21، تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان. في العربي الجديد، مجلس النواب التونسي يدعو الجيش إلى الانحياز للشعب، قرارات سعيد باطلة. نطالع في الشرق الأوسط، العراق يسجل أعلى حصيلة في إصابات كورونا منذ تفشي الوباء. في نيويورك تايمز، ما يجري في تونس تهديد للديمقراطية. وفي واشنطن بوست، المعارضة تصف قرارات سعيد بالانقلاب وتونس أمام أزمة خطيرة. نبدأ من العراق، إذ كتب علي حسين مقالا عن رسالة فاطمة البهادلي إلى الله. قال الكاتب: لم أستطع إكمال مشاهدة المقطع المصور للسيدة فاطمة البهادلي وهي تتحدث مع ابنها المقتول وتشكو مأساتها إلى الله، وتصرخ بعد أن عجزت الأجهزة الأمنية عن حمايتها، وتساءلت مع نفسي: هل يعقل أن يعود العراق بعد كل هذه التضحيات وعشرات الآلاف من الشهداء وملايين المشردين إلى أن تتحكم به جماعات مسلحة تقلقها أصوات الشباب؟ وأنا أتحدث مع أحد الزملاء عن فيديو السيدة البهادلي، نبهني إلى أن محافظ البصرة أسعد العيداني، والذي يتولى أيضاً رئاسة اللجنة الأمنية، التزم الصمت وكأن الجريمة وقعت في الصومال أو أفغانستان. عندما يقرر القتلة أن يذبحوا شاباً في الذكرى الأولى لمقتل شقيقه، عليك عزيز المواطن أن تدرك أنك لا تعيش تحت ظل دولة لها مؤسسات وأجهزة أمنية، وإنما في ظل عصابات وجماعات تجد أن قانونها أهم وأبقى من علم وقانون الدولة. في هذه البلاد التي يتغنى ساستها ليل نهار بالديمقراطية، مضت 10 سنوات على مقتل هادي المهدي، حاولت فيها حكومة المالك آنذاك التخلص من الجريمة بإشعال النار في سمعة الضحية وتشويه صورته. 10 سنوات كاملة تفصل تراجيديا استشهاد هادي المهدي عن مأساة استشهاد علي كريم، نجل المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة البهادلي على أيدي نفس الجماعات. تغيرت أشياء كثيرة، راح المالكي وجاء العبادي، وجلس على الكرسي عادل عبد المهدي، ولم يخرج منه إلا بمقتل أكثر من 700 متظاهر، وبقيت عصابات القتل كما هي تطارد كل من يختلف معها. لم تتغير أساليبها في ملاحقة الضحايا، وبقيت الجريمة تسجل ضد مجهول لا ضد الجنات الذين يتباهون بجرائمهم. وأضاف الكاتب: لذلك يبدو غريبا أن تراق دماء نحو 700 متظاهر من دون أن تهتز مشاعر الدولة ومعها ملايين العراقيين، بل على العكس، لا يزال السيد عادل عبد المهدي يخرج على الناس يطالبهم بدعم الديمقراطية والذهاب إلى صناديق الاقتراع. عندما نشاهد نوابا يمثلون البصرة وهم يحلفون بأغلظ الأيمان أن ناشطي البصرة عملاء لأمريكا ولإسرائيل، فإنك تجد نفسك في مواجهة سياسي لا يؤمن بأن لهذا الشعب قدرة على الاحتجاج. في صحيفة العربي الجديد كتبت ولاء سعيد السمرائي: ليست تحذيرات القوات الأمنية الحكومية عن عدد من الحوادث هي الأولى من نوعها، فقد سبقتها أخرى جعلت العراقيين يتهمون الحكومة وأحزابها عن حق باقتراف هذه الجرائم الشنيعة عشية الأعياد، ومع الدعاية الواسعة المهيمنة على قنوات الإعلام العراقي بشأن الانتخابات المقبلة.
أصبح المشهد السياسي اليوم شديد الوضوح للشعب العراقي، إذ ظهر جليا أن الميليشيات الولائية التابعة للحرس الإيراني وأحزاب العملية السياسية تنفذ نسخة إيرانية من الصدمة والترويع، غرضها منع التظاهرات ووأد الثورة لإبقاء هيمنتها على العراق ضد قلاع تشرين، مدن انتفاضة تشرين 2019 التي زعزعت الوجود الإيراني وأسقطت هيبته وصورته وهزمته. بعد عمل معاوله في أرض الرافدين 18 عاماً بتنسيق مع الغاز الأمريكي والأطلسي، بشاعة الجرائم وشراسة هجمة العمليات الإرهابية ضد قلعة الثورة مدينة الناصرية هي بقدر الألم الذي وجهه ثوارها للمشروع الاحتلالي الإيراني وهتافه إيران برا برا بغداد تبقى حرة، وتصدره قائمة المدن العراقية الأكثر مقاومة وصمودا ومواجهة للاحتلال الإيراني. جرائم الحرب للميليشيات الولائية في مدينة الصدر هي رسالة مماثلة للرسالة الناصرية، فمن حي الفقراء والمعدمين برز الطينة العراقي الذي ملأ ساحات التحرير رافعاً علم العراق، رافضاً الرايات الطائفية واللاوطنية والتابعة، ليموت برصاص قناصة الحرس الإيراني وأتباعه الولائيين. وعلى الرغم من كل القتل ظلوا مقاومين ليل نهار، نساء وشابات وأحداث، ممن قدموا أرواحهم لكي يستعيدوا العراق في ملحمة لا مثيل لها. لقد أفشلت المقاومة العراقية بعد الغزو مشروع الصدمة والترويع الأمريكي، وأجبرت الولايات المتحدة على جدولة انسحابها من العراق في عام 2011، ولا يكون حال الاحتلال الإيراني أفضل من حال أكبر قوة في التاريخ الإنساني بعدتها وعديدها وقواعدها وتكنولوجيتها المتقدمة. وفي التاريخ رأينا أن عنجهية الاحتلال واحدة في كل مكان وزمان، وتبقى القضية العادلة هي الحاسمة في المعارك. تبقى قضية مستشفى ابن الخطيب والحسين بذمة اللجان التحقيقية، وبالتأكيد سوف تسجل ضد مجهول. هذا ما ذكره الكاتب ياسر عبد العزيز في مقال نشره موقع عربي 21، إذ قال: لم تكد تجف دموع الثكالى من جراء فاجعة مستشفى الخطيب في بغداد، ليس على من فقدهم فحسب، وإنما على عدم محاسبة المتسببين في إفقادهن الأحباب. مع تكرار الفواجع بين الفينة والأخرى، فإن الحديث عن أن مرد كل تلك الفواجع إلى التماس الكهربائي أو الاستخدام الخاطئ للأكسجين لم يعد من خوارق المنطق ومن موجبات التسفيه، كما أن مرد تلك الفواجع التي تذهب بأرواح مئات الأبرياء إلى الفساد الحكومي الذي تقول الحكومة عنه ظاهرة طبيعية في كل بلاد المعمورة، مع العلم أن العراق يقبع في المرتبة 62 بعد 100 في مؤشر الشفافية العالمية، فأي فساد يتحدث عنه القابعون في المنطقة الخضراء لم يعد مقبولاً، أو أن تعزو الحكومة إزهاق أرواح الأبرياء إلى الفساد وهي تقدم برنامجها لتحظى بالثقة وفي صدارته محاربة الفساد. ورغم توالي الحكومات منذ احتلال العراق في 2003 ووعودهم بمحاربة الفساد، تزايد الفساد طردياً مع الوعود، وكما أنه لم يعد مقبولاً تبريرات الحوادث من التماس الكهربائي وسوء استخدام الموارد إلى الفساد الحكومي، فإنه غير مقبول محاسبة أصغر موظف في الدائرة وإحالته للتحقيق بعد تشكيل لجنة تحقيقية تنتهي إلى اللاشيء في أكثر الأحوال. حديث البعض عن أن حرق المستشفيات يأتي في إطار عمل آلة الموت التي تحصد أرواح العراقيين، وبعد حادثة مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار بدأت تتعالى الأصوات بأن هذه الحرائق متعمدة كصورة جديدة من صور الانتقام من الشارع الناصري الذي انتفض منذ اللحظات الأولى مشاركاً في ثورة تشرين.
أضاف الكاتب: لعل حادثتي ابن الخطيب ثم الحسين كاشفتان، فلقد كشفتا عن الولاءات وأصبح الجميع يعرف موقعه في مربع العمليات. وتعرى أيضا حديث الطائفة، أصبح من مغيبات العقول، ولما كانت العقول قد تنبهت فإن حقن الطائفة لم تعد تخدر الشعب بحسب قول الكاتب. من موقع مركز راسام للدراسات نقرأ مقالة للكاتب شاه القرداغي عن تحول الطائرات المسيرة إلى معضلة أمنية في الشرق الأوسط. فقد تحولت الهجمات بالطائرات المسيرة في الآونة الأخيرة إلى واقع شبه يومي من الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي كانت تستخدم سابقا الصواريخ العشوائية التي تفتقد إلى الدقة في إصابة الأهداف، بعكس الطائرات المسيرة التي تلغم وتصل إلى الهدف بدقة. زيادة الحرب بالوكالة بين دول المنطقة، وخاصة في ظل التكلفة الزهيدة للطائرات وإمكانية إنكار المسؤولية عن إطلاقها وسهولة التبرؤ منها، أصبحت بيئات كثيرة مسرحاً لتجربة الطائرات المسيرة مثل العراق وسوريا وليبيا وحتى اليمن. فهذه الطائرات بدون طيار، إضافة إلى تكلفتها الزهيدة، يمكن تفكيكها ونقلها من مكان إلى آخر بسهولة، ما يفتح مجالاً أوسع للأطراف الإقليمية للانخراط في الصراعات بصورة أكبر واللجوء إلى هذه الوسيلة لمساندة وكلائها وتصفية الخصوم في أي مكان كانوا دون تحمل المسؤولية القانونية. وقد صرح الجنرال في المشاة البحرية الأمريكي كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرات الصغيرة بدون طيار، والتي يمكن لأي شخص شراؤها بسهولة في الوقت الحالي، تشكل أكثر التطورات التكتيكية إثارة للقلق منذ ظهور العبوات الناسفة في العراق وأفغانستان. تقويض السيادة الوطنية بحجة الدفاع الوقائي، حيث تلجأ دول المنطقة إلى استخدام الطائرات بدون طيار لملاحقة خصومها في الدول الأخرى، حيث تحولت دول العراق وسوريا واليمن وليبيا ولبنان إلى ساحة للطائرات المسيرة الإيرانية والإسرائيلية التي تقوم بتنفيذ الكثير من الهجمات دون أن تتبنى هذه الدول تلك الهجمات بصورة مباشرة، تجنباً لتحمل المسؤولية. وتؤثر هذه العمليات والهجمات على السيادة الوطنية وتساهم في تقويضها وإضعافها. وأضاف الكاتب: امتلاك الميليشيات في العراق هذه الأساليب المتطورة في الهجمات العسكرية يسهم في تقوية فواعل اللا دولة على حساب انكماش وتراجع الدولة التي عجزت في المدة الماضية عن مواجهة هذه الهجمات أو ملاحقة الفاعلين أو ابتكار طرائق فاعلة لتعزيز الجانب الدفاعي والتصدي لهذه الهجمات المتكررة. نشر صحيفة الجارديان تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط مارتن شولوف، قال فيه إن الميليشيات العراقية الموالية لإيران باتت قوية نظرا لضعف المسؤول العسكري الإيراني إسماعيل قاآني، الذي حل محل القيادي المعروف لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني. وقال إن رجل إيران في العراق جلس في يوم حار بمدينة بغداد مع مجموعة من قادة الميليشيات في محاولة منه لتهدئة شوارع العاصمة المخيفة. قال البروفيسور توبي دوج من مدرسة لندن للاقتصاد: لدينا أمران منفصلان ولكنهما متداخلان. أولاً، تعمل الميليشيات بانسجام مع إيران لمساعدة طهران، الضغط على الولايات المتحدة والحصول على صفقة نووية أفضل. ثانياً، وهو مهم لمستقبل العراق، وهو أن الميليشيات مندمجة بشكل عميق في الدولة وتنتفع منها بشكل كبير، والمعركة مع الكاظم وحملة العنف ضد الناشطين والديمقراطيين هي من أجل الدفاع عن وتوسيع دورها في مركز النظام، ويأملون بتأمين موقعهم من خلال زيادة أعدادهم في البرلمان بعد الانتخابات المقبلة، وهي دبلوماسية الكلاشينكوف وصندوق الاقتراع للسيطرة على الدولة والمجتمع في العراق. وفي وقت يحاول فيه قاآني تأكيد سلطته في العراق،
برز شخص له علاقات طويلة مع إيران من الظل، وهو محمد الهاشمي المعروف باسم أبو جهاد، وهو شخص يعتقد المسؤولون العراقيون وفي المنطقة قادر على تسيير الأمور، وهو مساعد سابق لرئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، وبعلاقات قوية مع الجماعات المدعومة من إيران والمعارضة السابقة لصدام حسين، ولعب دورا مهما في التفاوض مع الميليشيات للتهدئة في حزيران يونيو. ويرى مسؤول أمريكي قريب من إدارة بايدن أن الحقيقة هي أن إيران لديها حضور قوي في الشأن العراقي، ولو بقينا نتجنب الموضوع فلن نتقدم إلى الأمام وسيتفكك العراق، وحان الوقت للتعايش، حان الوقت للبحث عن الرجل المناسب كي يساعدنا، بحسب تصريح هذا المسؤول الأمريكي، ويجب عدم السماح للميليشيات بإدارة الأمور. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التحركات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بعزل رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان والسيطرة على البلد تعد تهديدا للديمقراطية التي ظهرت بعد تظاهرات الربيع العربي، ويصفها معارضوه بالانقلاب. وأكدت أن الرئيس التونسي اتخذ قراراته بالسيطرة على البلاد نهاية يوم الأحد بعد تظاهرات معارضة للحكومة انتشرت في مدن البلاد التي تعاني أزمة صحية واقتصادية. تواجه الدولة في شمال أفريقيا توترا سياسيا منذ عدة أشهر، حيث خاض سعيد صراعا على السلطة بين رئيس الوزراء المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ويعاني البلد من نسبة عالية من البطالة والفقر والشلل الاقتصادي، ما قاد الكثيرين للتساؤل عن مكاسب الثورة في وقت فاقم فيه انتشار فيروس كورونا من متاعب النظام الصحي، حيث زاد عدد التونسيين الذين ماتوا بسبب كوفيد-19 لمستويات تعد الأعلى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. الخطوة المقبلة غير واضحة، ففي بيانه تحدث سعيد بطريقة مبطنة عن مرسوم سيصدر في الساعات القادمة لتنظيم الإجراءات الاستثنائية التي تمليها الظروف، قائلاً إنه سيتم رفعها بعد نهاية الظروف. وانتخب سعيد في 2019 كمرشح خارج عن منظومة الأحزاب السياسية في ثاني انتخابات رئاسية حرة في تاريخ البلاد، وعبر الكثير من التونسيين عن أملهم بتغيير الأمور، ولا يزال يتمتع بسمعة وشعبية بين الكثيرين في البلاد، لكنه رفض بعد تعيين المشيشي في العام الماضي المصادقة على تعيين 11 وزيرا في الحكومة الجديدة، ما قاد إلى اتهامات بتجاوزه صلاحياته الدستورية. أضافت الصحيفة الأمريكية لقد وصفت التحركات وصفت هذه التحركات بأنها تهديد للديمقراطية التونسية الناشئة منذ عقد، قد وصف حزب النهضة بالانقلاب على الديمقراطية التونسية والدستور وبأنها خيانة لكل تونسي، وطالب حزب النهضة سعيد بالتراجع عن قراراته فورا. تنتظر دبة الباندا الأنثى هوان هوان التي عارتها الصين لحديقة حيوانات زوبارك في بوفال وسط فرنسا تنتظر توأمين بحسب ما كشفته المؤسسة لوكالة فرانس بريس. وقد أعير الدبان إلى فرنسا في سياق ما يعرف بدبلوماسية الباندا التي تنتجها الصين، مانحة العشرات من هذه الحيوانات إلى عدة بلدان منها اليابان والولايات المتحدة. ومنذ عام 2016 لم تعد دبابة الباندا العملاقة لم تعد معرضة لخطر الانقراض على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ولكن وضعها لا يزال هشا على وفق هذا التصنيف، إذ يعيش نحو 500 باندا في الأسر و2000 يعيش نحو 2000 منها في براري الصين. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صداقة جديد من الرافدين، في رعاية الله.